اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنعمل اكلة من الزمن الجميل، هنعمل مع بعض الكشك. الكشك طريقته سهلة جدا وبسيطة وبيطلع طعمه حكاية بالطريقة اللي هعملها معاكم. عشان نعمل الكشك لازم يكون عندنا شوربة دسمة. طيب الشوربة الدسمة واللي تدي طعم حلو قوي للكشك، اذا كان شوربة فراخ، شوربة بط، شوربة وز، بتخلي طعم الكشك حلو. لازم تكون الشوربة دسمة كده ومسكرة. طب لو شوربة لحمة، لا هتمشي، بس شوربة اللحمة ما بتبقاش دسمة زي شوربة البط، الوز، الفراخ. دي فراخ بلدي هعملها النهاردة بالكشك. طيب علشان نعمل الكشك احنا محتاجين طبعا شوربة، فطبعا هنعمل اول ايه، هنسلق الفراخ زي ما بنسلقها عادي. طيب هسلق الفراخ، هنشوف المكونات اللي هنسلق بيها. معايا فلفل اسمر، ورق لوري، وجوز الطيب، مطحون. طيب وايه تاني، وبصل. حابين تزودوا الخضار ممكن تحطوا جزر، تحطوا طماطم، زي ما انتوا حابين. عشان ما اطولش عليكم تعالوا نخش على طول في الطريقة. شغلت النار على مية غليت عشان هننزل بالفراخ في المية المغلية. الفراخ طبعا بنكون غسلينها كويس جدا ونقعينها في مية وملح وليمون. انا مكتفة الفرخة زي ما انتوا شايفين كده براحتكم لو مش حابين تكتفوها. وهننزل بالخضار، بصلة، ممكن البصل ده نقطعه او نحطه زي ما هو كده. وهنزل بالورق اللوري والفلفل الاسمر وجوز الطيب المطحوني. طبعا بنحط ملح، بس مش هنحط ملح دلوقتي، لما الفراخ تستوي طبعا هتتسلق الفرخة. ونكمل. كده اتسلقت معانا الفرخة، نبتدي نحط ايه، الملح. احنا طبعا ما حطيناش ملح في الاول الا لما تستوي. تاخد غلوة في الملح وهنشيلها من الشوربة، حطها في مصفى تتصفى عشان تتحمر. وكده جهزت معانا الشوربة اللي هنعمل بيها احلى كشك. هنحضر نص كيلو من الحليب، الحليب دوت كامل الدسم بلدي. وهنحضر كمان كوباية او كوباية وربع من الدقيق. اللبن دوت انا مدفياه بسيط عشان الدقيق يدوب كويس بسرعة، يعني في اللبن. هننزل كده بالدقيق وندوب. اللبن لو ساقع قوي يعني خارج من التلاجة، الدقيق ما بيدوبش على طول، عشان كده بدفيه بسيط. دي كوباية، واحط كمان ربع كوباية من الدقيق، وادي ربع كوباية. طبعا حسب افراد الاسرة انتوا عايزين قد ايه من اطباق الكشك. ده بيعمل معايا كذا طبق وهتشوف. بندوب حلو لغاية لما الدقيق يدوب كويس مع اللبن اهو بالشكل ده، مفيهوش اي كتل كده، تمام. تعالوا بقى نجهز الكشك. كده حضرت الشوربة، اخدت جزء من الشوربة وصفيتها كويس من البصل. الشوربة ما حطهاش كلها مرة واحدة، بحط جزء، ولو احتاج الكشك تاني بزوده علشان ما يطلعش معايا خفيف. طبعا انا قلبت اللبن مع الدقيق كويس جدا، هننزل عليه على الشوربة بالدقيق واللبن بالشكل ده. وطول ما الحل على النار مشيلش ايديا منها واقلبها. احتاجت شوربة، حسيت ان هو تقيل بزود. هو طبعا هيحتاج شوربة، بس انا ايه بشوف برضو، لان الكشك انا مش عايزاه تقيل، لان لما بيبرد بيتقل. هو لما يغلي هيتقل. زي ما احنا شايفين بقلبه عشان ما يبقاش فيه كتل لغاية لما يغلي. بصوا كده لما غلي تقل ازاي اهو. انا مش عايزاه بالسمك التقيل دوت، اخففه شوية عشان زي ما قلتلكوا لما بيبرد بيتقل. هزوده شوربة وهقلبه برضو
واشوف القوام اللي انا عايزاه واطفي. او زي ما احنا شايفين السمك ده كويس جدا لاني بيتقل يغلي وارفعه من على النار. بص اهو كده تمام، هشيله من على النار ونكمل. طاس على النار حطيت معلقة من السمنة دابت ومعلقة من الزيت، وهنبتدي دلوقتي نحمر الفراخ. طبعا احنا لو عندنا اساسا الفراخ او الطيور وعندنا شوربتها خلاص بنبدأ في تكملة الكشك على طول. السمنة والزيت يسخنوا كويس يتقطحوا كده وننزل بالفراخ. كده تمام سخنت قوي اتقدحت، هنزل بالفراخ نحمرها. كده الفراخ اتحمرت زي ما احنا شايفين، هنكمل مقطع بصل قطع صغيرة زي ما احنا شايفين، هننزل في الطاسة اللي حمرنا فيها هياخد طعم حلو من تحمير الفراخ، وكمان السمنة البلدي بتبقى حلوة قوي مع البصل ده بتديله طعم حلو. طبعا احنا مزودين بزيت بس اللي تحبه، بس السمنة البلدي بتدي طعم حلو في البصل. هنقلب البصل لغاية لما تاخد لون ذهبي كده وحلو وهنطفي. نحمرها لغاية ما تاخد لون ذهبي بس ما يكونش مغمق عشان ما تمررش معانا البصلة، ونكون موطيين النار ونقلب فيها باستمرار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما احنا شايفين قربت تاخد اللون الذهبي، ثواني وهطفي عليها. تمام هطفي عليها. كده البصلة زي ما احنا شايفين باللون الذهبي الجميل دوت، طفيت عليها وشلتها من على النار وبنفضل نقلب فيها لان الطاسة بتكون سخنة فبتكمل تسوية البصل. بصوا اللون ده حلو قوي علشان ما تغمقش عن كده وتمرر في الكشك. هبتدي دلوقتي انزل بمعلقة كده من البصلة ديت على الكشك، والباقي بحطه على الطبق من فوق وهقلب الكشك. بصوا تقل شويه ازاي لما قعد، عشان كده قلت لكم ما نعملوش تقيل. البصله ما بتتحط فيه من جوه بتدي طعم حلو برده. اهو كده تمام قلبناه، هنبتدي نغرف. هحضر الطبق كده اللي هغرف فيه. شوفوا سمك الكشك اهو، السمك ده كويس جدا زي ما قلت لكم اهو، عشان لما بيقعد بيتقل. بنغرفه اطباق وبنجهزه على السفرة، او لو احنا مش هناكل دلوقتي ممكن هو طبق على او طبقين على قد الوجبة، والباقي بسيبه في الحلة عشان يتسخن. اهو كده تمام. هنحضر البصلة اللي احنا حمرناها سوا ديت، وهبتدي دلوقتي احط على الكشك من فوق بالشكل ده في الاطباق كلها لو احنا غارفين اطباق كتير.
وخلص معانا احلى طبق كشك. زي ما احنا شايفين احلى طبق كشك هناكله مع الفراخ طبعا المتحمره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتكم على اليوتيوب. اقول لكم سلام وانتظروا مني فيديو جديد.